انا في الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي. انا مش فاهمه ايه اللي خلاك تسكن في منطقه زي دي. اسباب كتيره ممكن اعرفها. اول حاجه اني اتعودت في السجن على الهدوء، ودي اكتر منطقه لقيتها هاديه في تل ابيب. وتاني حاجه ان ايجارها في حدود امكانياتي. في حاجه تالته؟ خليها للمره الجايه. وايه اللي خلاك تقول ان في مره جايه؟ دي مش هتحط لنا الدراسه الاقتصاديه للمشروع؟ صباح الخير. قلت لك ان في مره تانيه.